مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم دنيانا. اليوم في دنيانا موضوع جدا مهم، موضوع يشغل العديد من الأزواج، ألا وهو تأخر الإنجاب. في حلقتنا اليوم بنتابع العديد من الفقرات والعديد من النقاشات اللي بتفيدنا إن شاء الله في هذا الموضوع. ودعونا الحين نرحب بزميلاتي جواهر ونوال، حياكم الله. الله يحييك. شو أخباركم؟ الحمد لله. صراحة موضوع تأخر الإنجاب موضوع جدا مهم ويشغل بال العديد من الأزواج، يعني حتى بسبب أن تأخره بسبب طبي أو حتى بدون سبب طبي. شو رأيكم في هذا الموضوع؟ ولا شوفي، أنا أعتقد أن نعمة الأبناء شيء كبير، وخصوصا المقبلين على الزواج أول شيء يفكرون فيه تكوين أسرة ويكون عندهم أبناء ويحلمون في حياة أسرية ممتدة وحياة أسرية كيف يربون أولادهم. صحيح. وتلقينهم يرتبون أمور حياتهم كلها على هذا النظام، ولكن إذا تأخر الإنجاب يدق ناقوس الخطر هنا عندهم. صحيح. ويبتدون يفكرون، خصوصا إذا كان في بداية حياتهم. نعم. نعم. صح يا نوال، يعني خاصة إذا كان هؤلاء الأزواج يكونون تحت ضغوطات الحياة الاجتماعية، حتى اللي حواليهم أو أولياء أمورهم أو الأهالي بشكل عام، يعني يقعدون يلحون عليهم بضرورة الذهاب يعني للأطباء وضرورة السعي بالإنجاب، ويكون هذا شوي مزعج نوعا ما للأزواج. ولا ننسى بعد المجتمع والوعي اللي منتشر في المجتمع والأشياء اللي جالسة تستوي بعد في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إلا ما كله يأثر بشكل أو بآخر، خاصة بالأزواج الجدد، وال يعني تعرفون البنت يعني تبغى تتزوج ولا الشاب وعلى طول يبون عيال مثلا، وممكن يكون لهم خطة معينة، بس مثل ما قلتي الأهل ما شاء الله السؤال اللي أول بأول، ضغوطات المجتمع، الأسرة كاملة. صحيح. يعني مو بس تلقين من الأم والأب فقط، ولكن تلقون من حتى من المجتمع نفسه، زملاء زميلاته، زملاء في ويبتدون يسمونه بفلان قبل حتى ما يجيب. صح. والسؤال المتكرر، تزوجتي؟ متى بتجيبين عيال؟ انجبتي؟ متى الياهل؟ فيعني اعتقد ان هذا الجو اكيد لا يعني تاثير عليه. الضغوطات الاجتماعيه. صح. كلها تبع الازواج تحت ضغط نفسي يؤثر على حياتهم الزوجيه، وتصبح حياه زوجيه مليئه بالرعب من هذه التساؤلات اللي من اللي حواليهم. صحيح. صحيح. صحيح فعلا يا جواهر، احيانا يكون هناك اي يعني ما في اي عيب طبي يعيق هذه العمليه، لكن كثره الضغوطات تسبب في تاخر هذا الانجاب. واجماليا كاميرات برنامج دنيانا مع زميلتي جواهر كان لها لقاء جدا جميل مع دكتورة عواطف البحر، استشاريه طب النساء والتوليد والاخصاب في مستشفى الجامعة بالشارقة، واللي حاورتها عن هذا الموضوع خصوصا. نتابع ونعود. دكتورة عواطف، نتشرف اليوم احنا نزوركم في مقر عملكم للحديث عن موضوع جدا مهم لكل شاب ولكل شابة، وايضا لكل متزوج ولكل متزوجة من افراد المجتمع. دكتورة، يعني الحمد لله نعمة الام، وانك تكونين ام وان تكون اب، هذه نعمة عظيمة من رب العالمين. لكن هناك في ناس يعني سبحان الله قد حرموا من هذه النعمة، لكن مع تطور التكنولوجيا والعلم وتطور أيضا موضوع العلاج في حالات عدم الإنجاب وأيضا حالات العقم، كيف استطاع العلم أن يحل العديد من مشكلات العقم وعدم الإنجاب؟ شكرا على المقدمة اللطيفة. صحيح طبعا العقم مهم جدا، علاج الحفاظ على السلالة البشرية. بالنسبة عالجنا حالات كثيرة وإلى درجة كبيرة جدا، اللي كانت قبل سنين طويلة نقول صعب علاجها أصبح من السهولة جدا. على سبيل المثال للحصر، إذا مرض مثلا مرضت وحده شلق على قناة فالو مثلا انقطع لأي سبب من الأسباب، أو عيب خلقي فيه نتجاوزه عن طريق التلقيح الخارجي. الحقن المجهري هو علاج مثالي وممتاز جدا وذو نتائج مبهرة جدا بالنسبة لعقم الرجل، بما معنى إضاحات منوية، الحركة إلى الأمام ضعيفة أو النوعية أو العدد
أو حتى صحة الحامل المنوي اللي هو أصل لراس وجسم وذيل، فهكلنا الجوازة في المختبر عن طريق الحقن المجهري، بالإضافة إلى الإسقاط المتكرر أو الأمراض الوراثية في العائلة. إذا مثلا عائلة تعاني من الثلاسيميا أو من مرض جين وراثي يعني يصيب الأطفال أو الأجيال في العائلة، ممكن نتجاوز عن طريق فحص الأجنة قبل الزرع. فتجاوزنا أمراض كثيرة وراثية عن طريق هذا الفحوصات، بالإضافة للتأخر في عمر الزواج اللي هو ظاهرة الحين بسبب الطموح العلمي والاجتماعي، أصبح الزواج متأخر. تقدر المرأة تفحص الجنين هذا بعد سن 36 إذا سليم أو لا، وندخل جنين سليم مع اختيار الجنس، ولد أو بنت، سليم أو غير سليم. نعم دكتورة، يعني إذا ممكن تحدثينا إذا كان هناك عوامل تؤثر على الشاب أو الشابة في مجال عدم الإنجاب أو العقم. نعم بشكل عام نبقى بالنسبة للمرأة أو يعني البنت تكون الدورة عندها منتظمة، الوزن يكون مثالي أو زائد ناقص، مو بلازم يكون مثالي، يعني الوزن الكثير يأثر على المبيض والضعيف جدا الوزن القليل جدا يأثر على المبيض. فتلاحظين عارضات الأزياء أو هذين اللي يسافرون فترات طويلة شوية تتأخر عندهم الدورة فيتأخر التبويض. فالوزن مهم جدا، الأكل الصحي، نمط الحياة مهم جدا، انتظام الدورة الشهرية، ونتأكد أنه ما في التهابات، لأن التهابات هي تسد قناة فالوب اللي هي المدخل بين داخل عن طريق قناة فالوب يقدر الحيوان المنوي يوصل البويضة ويخصبها، فهي الطريق للحيوان المنوي. إذا انسدت بسبب التهاب أو عيب خلقي ما يقدر الحيوان المنوي يوصل. بالنسبة للرجل طبعا بعد الوزن زايد ممكن يأثر، نمط الحياة، التعرض للحرارة الشديدة، إذا في عنده أمراض وراثية ياخذ ابر هرمونات ذكريه لاي سبب، ياخذ ادويه لاي سبب، ممكن يسوي تثبيط للحيوانات المنويه. بس هذا واحد ممكن كله يتجاوزه بالفحص البسيط، فحص الحيوانات المنويه والعلاج في الوقت المناسب. دكتوره يمكن كنا ندردش معاك قبل لا نبتدي الحوار عن موضوع فيتامين دال في هذا الجانب، اذا ممكن تعطينا خبرتك في هذا المجال. نعم كنا نتكلم على اساس طلعت احدث الدراسات تقول حتى التوزيع الجغرافي له علاقه مباشره جدا بالخصوبه. بما معنى خلينا نتكلم عن الدول الافريقيه، اكثر الامراض شيوعا عندهم شيوعا اللي تسبب تاخير الحمل او عدم الانجاب او العقم، تاكدوا انها هي الالتهابات بانواع المختلفه، البطانه الهاجره، الاورام الليفيه، الالتصاقات. في حين هذا جزء من العالم دول الخليج والامارات طلع تكيس المبايض، نمط الحياه، الوزن، ونقص فيتامين د. فيتامين د له علاقه مباشره بالخصوبه، فصرنا في العيادات نفحصها مع كل مريضه. وما نبى ندخل في متاهات فيتامين د لان اصلا علاجه بسيط جدا ونقصه مو بس يخرب علينا مثلا الخصوبه، في السكري له علاقه، في الامراض الخبيثه له علاقه، في الاوعيه الدمويه، في امراض القلب، فهو علاجه بسيط جدا وتاثيره على الجسم وظائف الجسم كبير جدا ومهم جدا. نعم بارك الله جهودكم دكتوره، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم اليوم، صراحه استفدنا ونتمنى ايضا متابعينا يستفيدوا من هذا الحوار. شكرا جزيلا. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الحمد لله أن العلم تطور في المجال الطبي والعلمي في موضوع الإخصاب أو تأخر الإنجاب، فيعني الفقرة كانت أعطتنا أمل. صحيح. وأمل كبير. صحيح. أن الواحد ممكن مهما طال فترة العلاج أو مهما كان ما في أو تأخر في الإنجاب راح يكون هناك في بصيص من الأمل نتعلق فيه. فعلا عزيزاتي، حتى يعني ممكن تكون حياة الأزواج مهددة، يسودها نوع من الخوف والرعب. ها طبعا إذا كان الأزواج يعني كانوا تحت رضوخ تدخل الأهل. صحيح. لكن بالعكس نشوف في بعض الأزواج لا يسمحون لتدخل الأهل بهذا الجانب، بالعكس يعني حياتهم جدا يعني سعيدة وما يضعون عائق عدم الإنجاب في طريق حياتهم. صحيح يا جواهر. نعم. صحيح. عموما مشاهدينا الكرام، لا شك أن الأبناء هم زينة الحياة الدنيا وهم نعمة كبيرة لا غنى عنها أبدا، ولذلك مؤشرات القلق والحيرة تتسلل إلى الحياة الزوجية بمجرد ما يتأخر الإنجاب، حينما يتفاجأ الشريكين أن قدرتهم على الإنجاب يعني غير موجودة
دوامة نفسية واجتماعية تهدد أمن واستقرار هذه الحياة الزوجية. فما السبيل لتخطي هذه المعضلة في الحياة الزوجية؟ هذا ما سنعرفه من خلال ضيف دنيانا اليوم، المستشار راشد إبراهيم المطوع النعيمي، خبير التنمية البشرية. يا مرحبا فيك أستاذ، حياك الله في دنيانا اليوم. يا هلا مرحبا فيكم، وسعيد جدا بالتواجد وياكم إن شاء الله اليوم. احنا أسعد. حياك الله يا أستاذ. أستاذ، يعني من خلال الموضوع اللي نتكلم اليوم اللي هو عدم الإنجاب أو التأخر في الإنجاب، طبعا أي حياة زوجية في بداية الأمر تكون جميلة وهادئة، يعني يحيط بها نوع من الأمن والأمان، الأمان والاستقرار، لكن يتحول هذا كله إلى قلق وخوف ورعب بعد معرفة الأزواج بتأخر الإنجاب أو عدم قدرة يعني أحدهم بعدم الإنجاب. فإلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر يعني يهدد الحياة الزوجية؟ تمام. بخصوص موضوع العقم عموما أو التأخر في الإنجاب، لازم أول شيء نحط في بالنا أن المسألة هذه يعني حالة مرضية، شكل ما قالت الدكتورة الله قدرها، سواء يصيب الرجل أو المرأة، لازم نحط هالشيء في البداية كشكل ما نقول قناعة. والله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال ويجعل من يشاء إيش؟ عقيما. نعم. فبالتالي هذا عشان نقول قضاء الله وقدر، شكرا ما تفضلتي. طبعا مما لا شك فيه ان الابناء والانجاب شكل ما قالت اختي المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وتساعد في عملية توطيد العلاقات الحميمية ما بين الزوجين، وتقوي الأواصر الأسرية، مش في الأسرة، حتى الأسرة مع أسر أقاربهم وفي صحيح المجتمع. صحيح. مع تأخر الانجاب شكل ما تفضلتي تبدأ المشاكل. كيف راح تبدأ المشاكل؟ ومن ناحية علمية شكل راح نتكلم، يبدأ بكلام الناس، ليش تأخرت في الإنجاب، ليش ما جاب، ليش الأشياء هذه كذا. فهنا هي هاي تعتبر الانطلاقة الحقيقية اللي كثير من الزوجين ما تهيئوه له أصلا نفسيا واجتماعيا لمواجهته. هنا يبدأ إيش الخلل. تترتب على الأشياء هذه كلها مسألة إيش؟ الاكتئاب. يدخلون في مسألة الاكتئاب ومسألة إيش؟ القلق وزيادة الكلام وضغوطات شكل ما تفضلته، ضغوطات اجتماعية نفسية. هاي كيف يتخطونها؟ كيف الضغوطات الاجتماعية خصوصا في البداية، يعني البداية أو المقبلين على الزواج، أو نقول اللي تزوجوا وكانوا بعدهم الحين موجودين بس عندهم ضغوطات اجتماعية. إحنا ما قبل ما ندخل مرحلة صح الكآبة شوي والاكتئاب صحيح. فهاي الضغوطات كيف يتخطونها الأزواج؟ يعني كيف يقدرون يتخطون هاي الضغوطات؟ وللأسف يعني أغلبية، يعني حتى على قبل لما تزوجنا والأشياء هذه كلها كنا محطين بالنا أن شيء طبيعي أن حصيلة الزواج، والله ما أتوقع أن في يوم من الأيام فكرنا أنه ما بيكون عندنا عيال. صحيح. ولكن للأسف لازم مسألة إيش شكل ما قلت الاستعداد النفسي. صحيح. أوكي، حصة المشكلة شكل ما تفضلتي كيف راح يتخطونها؟ بعدة يعني شكل ما أقول بنختصر بنقاط بسيطة. أول شيء مسألة الإيمان بقضاء الله وقدره ونعم بالله، لازم هالشيء يكون في بالهم في البداية. بعدين مسألة شو؟ التوكل على الله، ويسعون شكل ما قالت الدكتورة إن في علاجات كثير لحالات ما كنا متوقعينها يتم علاجها، ولكن إيش يتم علاجها. مسألة اللي هي عدم الاكتراث لكلام الناس. صحيح. أساس إذا دخلنا في هالشيء بندخل في دوامة. دوامة ثانية. طيب دكتور، يعني الحين وقعت الحالة وأصبح هناك القرار فعلاً أنه ما في أبناء، بس قرار إن قرار الاستمرار في الحياة الزوجية وإن يعني بهذا القرار، هل يعني شو تأثيره بيكون في استمرارية فعلاً الحياة الزوجية إذا فعلاً خذوا القرار أنهم ما يبون أبناء؟ ما يعني هذا قرار واضح وإن يستمرون في الحياة الزوجية؟ شو رأيك؟ يعتمد على الزوجين. في حالات كثيرة مرت علينا يعني مع زيادة يعني المشاكل وزيادة الضغوطات الاجتماعية انفصلوا، وفي حالات جدا أنا أعرفهم شخصيا يعني نعم متميزين جدا مجتمعيا واستمروا. ولكن الشيء هذا محتاج إيش؟ صبر. إلى شروط، يعني مو مسألة إني أقول أنا راح أيوة أكمل وأستمر بدون، لازم حط ببال مسألة إن هل هو عنده القدرة إن مواجهة الضغوطات هل راح تكون له، هل عنده القابلية إنه يستمر مع زوجة ما تنجو، أو العكس هل الزوجة مستعدة للبقاء؟ هنا يعتمد على شخصية وطبيعة العلاقات أو العلاقة الحميمية ما بين الطرف الأول والثاني. وصدقون حتى الشيء هذا ما راح يكون كافي على أساس مسألة الضغوطات مع مرور الوقت راح تزيد. فبالتالي لازم أنهم يتكيفون مع كل هالجوانب هذه إذا حابين أنها تستمر. وكثير من الحالات اللي مرت عليها
استمروا فترة ولكن إيه؟ للأسف يعني إحنا نعرف أن فعلا في ناس استمروا وكانوا سعيدين جدا في حياتهم الزوجية يعني وبالعكس كانوا فيهم الرضا أن فعلا أنهم ما عندهم أبناء. لكن سؤالي أستاذ يعني الحين مثل ما قالت زميلتي جواهر في البداية المجتمع والوعي اللي قبل الزواج نشر هذا الوعي قبل الزواج، بس أنا في وجهة نظري دائما أقول حتى حق جواهر قبل الزواج عندهم سالفة اللي هي البساط السحري وسندريلا والفارس الأحلام، فما عندهم الوعي الكافي لأخذ قرار فعلا أنه في احتمالية عدم الإنجاب أو في أن مثلا يروحون يفحصون قبل الزواج. المجتمع يزرع في هاي النقطة. أنا يعني عندي بنت وفي سن المراهقة تقول لي أبغي أتزوج عشان أنجب، اتفاجأت فيها أن تقول لي أنا أبغي أتزوج عشان أنجب. قلت لها كيف فكرتي في الزواج وشو هي منظومة الزواج عندك وتكوين الأسرة هذه وكيف؟ قالت لي ماما أنا أحب الأطفال فأنا أبغي لما أتزوج أنجب. فهنا كيف نتعامل مع هذيل اللي قبل ما يكونون في مرحلة يعني أن بيدخلون على مرحلة الزواج؟ تمام. خاصة أنا متفق وياك بكل الطرح اللي أنت طرحته ما شاء الله عليكم، ولكن خاصة مجتمعاتنا العربية لازم نغير نظرة مسألة أن الشخص هذا أو الزوجة هذه ما تنجب. لازم نزرع احتمالية الحاجات هذه كلها. صحيح. في المناهج التعليمية ممكن ندخل نعطيهم يعني تصور من البداية الطفل أو الطفلة أن ممكن أن العلاقة الزوجية تفضي إلى أبناء، في نفس الوقت ممكن تفضي إلى عدم شو إلى العقم والحاجات هذه المرضى. فلازم مسألة التهيئة الاجتماعية والتربوية والنفسية في المجتمع، مجتمعات العربية بالذات يبالها شغل زيادة، مبرمجة على إجتماع. الأشياء هذه ممكن تقل في المجتمعات الغربية، إنه ممكن عوائل تب بدون أبناء والأشياء هذه كلها وتستمر حياتهم الزوجية. لكن إحنا بسبب حتى وصلنا لدرجة إن بعض المجتمعات تربط ما بين الرجولة وعدد الأبناء. صحيح. فبالتالي لازم نغير نظرة المجتمع في الحاجات هذه، إنها حالة مرضية قابلة، ما نقول يعني ولا تغلطوا من رحمة الله، قابلة للشفاء في يوم من الأيام، ولكن يبالها شغل على عدة مستويات كما قلت، مجتمعي تربوي ونفسي. أكيد. نعم يعني بلا شك أكيد يعني مثل ما تفضلت دور المجتمع، لكن إحنا نرد على الأشخاص نفسهم. يمكن تفضلت أستاذي الشخص نفسه الزوج أو الزوجة لازم هم يبنون قناعة نفسية وداخلية بإذا يعني تم الإنجاب أو لم يتم الإنجاب. هل إحنا نبني علاقتنا الزوجية فقط لتكوين عدد يعني الأسرة وأسرة مستقرة؟ كيف إحنا ممكن نقنع المقبلين على هذا الزواج؟ وعلى من يقع العاتق هذه يعني الإقناع، على من يقع العاتق في المجتمع؟ تمام. مسألة المخرجات كما نقول مخرجات العلاقة الزوجية. نعم. حسب ما تعلمنا وحسب ما فهمنا والأشياء هذه كلها، المخرج النهائي يكون في تكوين أسرة سعيدة. نعم. الأسرة السعيدة معناته أكثر من شخصين، الطرف الثالث راح يكون إيش؟ الطرف راح يكون إيش؟ الإبن. ولكن خلونا يعني بعد منطقيين، إحنا وصلنا اليوم إلى حالات من الزواج إلا يتفقون فيها الزوج مع الزوج على تأخر الإنجاب. صحيح. وتطورت العملية إلى الاتفاق على عدم الإنجاب النهائي. صحيح. هالشيء بدأ يعني ينتشر بطريقة صحيح. يعني كبيرة. ويحطون عدد بعد يعني. ويحطون عدد. أنا ممكن طفل طفلين وبس. بهالطريقة طفل طفلين وصلنا إلى عدم الإنجاب في كثير من الحالات ترى اللي يتفق على عدم الإنجاب. فبالتالي هنا أنا بعطيكم شكل ما نقول وصفة أنا أستخدمها بصراحة. وتنفع حتى نطبقها في موضوعنا اليوم، مسألة القدرة والرغبة. المصطلحين هذين لازم يمشون جنب إلى جنب. على سبيل المثال أنا والله الزوجين أنتم الرغبة في تأخر الإنجاب أو عدم الإنجاب. الرغبة موجودة، أنا علاقتي مع زوجتي جدا جميلة وأنا علاقتي جدا حميمية مع زوجتي ممكن والأشياء هذه كلها. الرغبة إيش؟ موجودة. موجودة. ولكن الرغبة مش كافية، هل هناك القدرة أنكم تستمرون؟ مستعدين تواجهون ضغوطات الأهل، ضغوطات المجتمع، ضغوطات العمل، الضغوطات النفسية والحاجات هذه كلها؟ إذا مشت المصطلحين مع بعض، الرغبة مع المقدرة أو القدرة، ممكن تستمر حياتهم إيش الزوجية بطريقة يعني ويمارسون حياتهم الطبيعية. في نفس الوقت إن ممكن مع الضغوطات ومع مرور الزمن والأيام والسنوات تؤدي إلى الانفصال أو الزواج من ثاني إذا كان السبب من المرأة. نعم أستاذ. مشاهدينا، لا شك أن الأبناء نعمة
ولكن عدم تمتعك بهذه النعمة يتطلب منك تقبل حكمة الله في المنع والعطاء. نتوقف أعزائي مع هذا التقرير مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي، موجه النصائح لكل من لم يرزق بالأبناء. نتابع ثم نعود. الأبناء هم نعمة من نعم الله العظيمة على البشرية، هم زينة الحياة الدنيا، هم امتداد طبيعي للإنسان على هذه البسيطة. لا شك أن فرحة قدوم مولود جديد في العائلة لا تضاهيها فرحة رحلة الحمل والولادة ومن ثم الإنجاب رغم مشقتها، إلا أنها ممتعة بالنسبة للأم والأب اللذين يعيشان حالة من الامتنان لرب العباد على ما رزقهما إياه من خلف. إلا أن هناك من حرم من نعمة الإنجاب واستسلم لقضاء الله وقدره الذي يمنع ويمنح لحكمة لا يعلمها إلا هو العزيز الجبار، بالرغم من كل المحاولات والسعي الدؤوب للحمل بكل الطرق الطبيعية والعلمية المتاحة، إلا أن المحاولات لم تستجب لأمانهم في إنجاب مولود في حياتهم. هؤلاء لهم من فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي هذه النصيحة، فلنتابعها سويا. بالنسبة للأولاد، لا شك بأن قدر الله عز وجل نافذ في خلقه وعباده، ولذلك الله جل وعلا قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ولذلك الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الأمر الآخر، طبيعة النفس البشرية ميالة إلى قضية طلب الولد، لكن هذا أمره إلى الله جل وعلا، ما على الإنسان إلا أن يبذل السبب. وينبغي على الإنسان الذي حرم من نعمة الولد أن لا يكره ذلك. لماذا؟ لأن الخير قد يكون فيه. يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا جئنا لنتأمل في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله عز وجل سخر الخضر ليقتل هذا الولد، لأن الله جل وعلا بعلمه السابق أن هذا الولد لو بقي لكان سببا من أسباب إضلال والديه، فأبدلهم الله عز وجل خيرا منه. كم من الناس الذين تشوفوا إلى الولد فشقوا بأولادهم، ولذلك الإنسان يقول الحمد لله، لكن عليه بذل السبب. وأما قضية الحرمان من الأولاد، في الواقع أنه ليس حرمانا وإنما عطاء من الله عز وجل، فقد يحرمك الله عز وجل شيء لحكمة بالغة ليعطيك أشياء كثيرة. فلذلك المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إبراهيم عليه السلام أعطاه الله الولد على كبر، لما كبر في السن أعطاه الله الولد، ثم يتفاجأ إبراهيم بهذا البلاء العظيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فهنا تأتي مسألة الألم في قضية فقد الولد من جديد، لكنه امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المؤمن أن يصبر وأن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. حالة نفسية ومزاجية قاسية جدا تلك التي يمر بها الزوجان حينها أو حينما يشعران أنهما عجزا عن الإنجاب، مما يتسبب لهم في آثار نفسية بالغ الأثر.
حول الجانب النفسي وانعكاسه على حياة الأزواج المحرومين من نعمة الإنجاب. تنضم إلينا الآن على اتصال المرئي دكتورة سعاد البشر من الكويت، مستشارة صحة نفسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. حياكم الله. يا هلا والله. أهلا وسهلا فيك دكتورة. نفسية الزوجان تتأثر بشكل كبير حينما يعتقدان أن الأمل مفقود من الإنجاب، إلى أي مدى ينعكس ذلك على علاقة الشريكين؟ نعم، بلا شك أن أصلا يعني أساس الحياة الزوجية والهدف من الزواج هو تكوين الأسرة، وتكوين الأسرة يعني يكون بإنجاب الأبناء وتربيتهم تربية صالحة، وهذا اللي يسعى له أغلب الناس في تكوين مؤسسة الزواج. لكن عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، يتأخر الإنجاب أو يستحيل بسبب بعض الاضطرابات أو المشكلات الصحية أو أيا كان، فأكيد هذا يؤثر على نفسية الأزواج. يؤثر عليهم بشلون؟ يؤثر عليهم من الناحية النفسية، الاجتماعية، السلوكية، فهم يحسون أن الأمل بعيد، هم فقدوا الأمل، وهذا الشيء يخليهم يعني مقبلين على الحياة وفي عندهم نقص. وإذا كانوا مركزين بطريقة يعني دائماً فوكس على أن إحنا حياتنا ما راح تستمر إذا ما فيها أبناء، طبعاً هذا الهاجس وهذه الفكرة إذا كانت مسيطرة، هذه الفكرة السلبية أكيد راح هي تولد دائماً نوع من الانسحاب الكلامي، ما يصير في بينهم كلام، أو إذا صار في بينهم كلام دائماً لأن كلامهم موجه نحو الإنجاب ودائماً الأمل يكون بالنسبة لهم مخفي أو غير موجود، هذا يخليهم في اضطرابات، في مشاكل، في شعور بعدم الراحة وعدم الرضا في العلاقة الزوجية. علشان كذي لابد أن الإنسان أن لا يقطع الأمل أبداً مهما كان. أكيد هناك طرق كثيرة للحصول أو للإنجاب بإذن الله تعالى، وإن استحالت هناك طرق أخرى حتى يشبع الزوجين هذه الحاجة اللي هي حاجة الأمومة أو حاجة الأبوة. نعم نعم فعلا دكتورة. دكتورة طيب، هم خذوا القرار وفعلا بس يمرون بحالة يعني نفسية تكون صعبة عليهم، كيف يقدر الزوجين يتجاوزون هاي المعضلة؟ أو في طريقة مثلا، أو في مثلا خطوات يقدر يسويها الزوجين في هذه الفترة تخليهم يمرونها ويتجاوزونها؟ طبعا بلا شك، يعني هو في الأخير يعني أول شيء لازم إحنا نعرف نفرق بين يعني الطور والدور. كل إنسان فينا يمر بأطوار وله أدوار. الطور المقصود فيه أنها تكون هي عازبة ثم تتزوج ثم قد تنجب أبناء أو لا تنجب أبناء، يعني سواء الزوجة أو الزوج، أو بعدين مثلا ممكن يتم انفصال، طلاق، في أسرة في أبناء ما في أبناء، أو يمكن يصير هجران أو يصير لا سمح الله وفاة. هذه تسمى بالأطوار. لكن الأدوار أن يقوم الإنسان بدوره، حتى يعني أنا أقوم بدور الأمومة. شوفي الله سبحانه وتعالى طرس في المرأة بالذات حبها لأن تكون أم في كل أحوالها. ولاحظي أنت حتى هذا الأمر يتم الخوات وهم صغار، تلقينها هي البنت تلقائياً تدافع عن أخوها، تحبه، تراعي، تقدم له، تسوي وكأنها قاعد تمارس دور الأم عليه. حتى بعد ما تنتقل حتى في عملها تلقين، ولاحظي في أغلب العمل يعني في أماكن العمل تلقين الأنثى أو المرأة هي اللي تضبط مثلاً يعني اللقاءات الاجتماعات، تلقين هي اللي تحط لمساتها، هي تقدم كذا حق زملائها الرجال، فهي قاعدة تمارس أصلاً دور الأمومة في عطاءاتها. وهذا ما يميز الأنثى، الحنية، الحنان، العطف، العطاء، الإقبال، فهي تستطيع أن تقوم بهذا الدور حتى لو لم تنجب. فبالتالي أنت لما تفكر أن مثلاً أنت سعيت للإنجاب أو اكتشفت أن عندك مشاكل، طبعاً هذا أمر المسار اللي هو المسار الطبي هو مفتوح وما في شيء اسمه مستحيل، ولابد أن الإنسان دائما يضع له الأمل ويضع له الهدف ويحاول أن يسعى له بالطرق الصحيحة، لكن ما يخليه أنه هو الهاجس، فبالتالي تتعطل حياة الأخرى. يعني هي عندها عمل، عندها أسرة، عندها بزنس، عندها علاقة زوجية تحتاج أنها تراعي بيت الزوجية. في بعض الناس للأسف يتركون هذا كله وبس فوكس على أن أنا جبت الياهل أو ما جبت الياهل. أي واحدة من رفيجاتها أنجبت أو خواتها تحس بعدين بالنقص، وهذا يخليها أن تعيش في حالة من الهم والحزن، وممكن بعضهم يدشون في الاكتئاب. وللأسف الشديد إذا حطت هذا الهاجس أمامها من غير ما تشغل نفسها بأمور أخرى، يصير الغل، الحسد، الغيرة، الضيقة فيها ضيقة. يعني في أنا عد كذا واحدة سبحان الله أن هي يعني تزوجت رجل عنده أبناء وهو قرر أنه ما يبي أبناء،
وهي عندها مشاكل صحية ممكن تنجب، لكن هو مو مساعدها أبدا. هي كل ما أحد من أسرتها أو هذا تصير في حالة نفسية غير طبيعية، تستطيع هي يعني تبعد عنها هذا الهم والغم. عندما تشغل نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، فهي ممكن أن تمارس دور الأمومة، الدور اللي إحنا نقول مثلا مع أبناء أخوانها خواتها. ولاحظي في بعض الناس سبحان الله يحبون يشتغلون في دور الحضانة، خاصة اللي عندهم عشق للأطفال ويعني تأخر إنجابهم أو في عندهم مشاكل إنجاب، يحبون يشتغلون في هذه الأماكن ويعطون عطاء كبير جدا. في منهم يربون عيال خواتهم عيال أختهم كذا، في منهم يسعون إلى التبني أو أنهم يعني يأخذون الاحتضان. فالطرق كلها مفتوحة، لكن في ناس لا، شخصيتهم تقول لا، إذا ما كان هذا الطفل مني فأنا ما أقدر أعيش، وبالتالي حياتي تتعطل، زواجي مهدد. وأكيد الإنسان لما يحس بعدم الاستقرار أكيد حياته الأخرى واحتياجاته الأخرى ما يقدر يعيش. نعم دكتورة، خليك معانا دكتورة، بس حابة أطرح سؤال مع الضيف اللي معانا في الاستوديو الأستاذ. أستاذ السؤال وبيكون نفس السؤال بعد برجع لك دكتورة. السؤال، أنت تشجع أو في إمكانية أن يستمرون الزوجين من غير إنجاب أو من غير أبناء؟ شكل ما قالت الدكتورة في النهاية هذا إيش؟ قرار. قرار يتخذون الطرفين، وشكل ما قلت أنا بعد كذلك في مسألة الرغبة والقدرة. إذا الزوجين عندهم الرغبة في استمرار حياتهم الزوجية بأريحية شكل ما نقول ممارسة بدون أي شيء، نعم يمارسون حياتهم بشكل شكل ما نقول طبيعي. إيش طبيعي. نعم. بس إذا ما عندهم المقدرة مواجهة ضغوطات الأهل والمجتمع والوظيفة، من الطبيعي إنه شكل ما نقول إن يكون الانفصال أو الفشل في هاي الحياة الزوجية. فبالتالي الركنين الأساسيين لهم إيش؟ الزوجين، والقرار في النهاية قرار يتخذونه، بس يحطون توقعات تبعية هذا القرار. صحيح. إذا عندهم المقدرة راح يستمرون، وإذا ما عندهم المقدرة ما راح يستمرون. أكيد. الدكتورة ماذا عنك أنت، أيدين الاستمرار في حياة زوجية خالية من الأبناء؟ في بعض الأزواج، شوف إحنا غالبا في المجتمعات يمكن الخليجية بالتحديد، استمرارية الزواج ونجاحها وبقائهم مع بعض من غير وجود أبناء غالبا تكون يعني المشكلة الصحية عند الزوج. لكن لما تكون المشكلة يعني عدم الإنجاب مشكلة الزوجة، غالبا الزوج يسعى إلى إيجاد زوجة أخرى يعني أو انفصال أو غيره. هذا الأغلب، يعني أنا ما أبي أعمم لكن هذا الأغلب عندنا. لكن أني أنا أنصحهم يشوفون نفسهم. في ناس أصلا يتزوجون يعني هو خلاص يحبون بعض، يعني أرواحهم تكون متحدة مع بعضها البعض، الحلوة والمرة، في السراء والضراء، في المرض والصحة. فهذا الاتفاق اللي بينهم، فهم يظلون متماسكين. يقول لك يعني أنا تزوجتك أو أنا تزوجتك لشخصك أنت، لروحك أنت الطيبة اللي أنا أحس أنها هي جزء مني أصبح وما أستغنى عنها، فأنا مستحيل أتخيل حياتي بدونك. فوجود الأبناء أكيد هي نعمة، لكن إحنا رح نسعى، يعني ما يفقدون الأمل. هذا إذا كان فعلا في مجال. في بعض الناس لما يظلون يفكرون في هذا الموضوع يكون هو الهاجس، سبحان الله ما يتحقق. وعلشان كذا يشوفين بعض الأمثلة يقول لك بعد ما انفصلوا أو بعد ما تزوج عليها حرمتين اثنيناتهم قاموا يحملون يبون أبناء. فإذا الموضوع مرتبط بالحالة النفسية. فإذا أنت حاس نفسك أن أنت عندك مشكلة، تقديرك لذاتك منخفض بسبب عدم الإنجاب طبعا، أو حاس أن بدونية لأن أنا غير عن الآخرين، هذا يخلي الواحد إذا كان التفكير مستمر بهذه الطريقة وهذا الموضوع هو الهاجس اللي يفتح على طول، هذا يسبب مشاكل نفسية حق الطرفين ومشاكل أيضا اجتماعية. فالاستمرار فيه مشكلة، خاصة إذا كانوا الأهل يضغطون، في بعض الأهل يضغطون على أولادهم الشباب بالذات، اشتبي فيها خليها، هذه ما تجيب الكيال، هذه عاقر، هاي، وما يعطون فرصة أو مجال حق الولد إنه هو اللي يقرر. فإذا أنا أتمنى أن يكون القرار نابع من الطرفين، لكن بعد صبر، بعد محاولات، بعد وضع المساوئ والمحاسن اللي من وراء الانفصال. إذا شافوا أن الحياة مستحيلة وهم ما زالوا يعني ما نقول على البر، خلاص. أما إذا شافوا لا، ممكن أنهم يستمرون، بالعكس ممكن تنجح حياتهم الزوجية حتى من غير وجود أبناء، ويشوفون بدائل مثل ما قلت، ممكن احتضان، ممكن أحد يربون من أحد عيال الأسرة، أو لا يشتغلون في الأماكن اللي فيها ويكون عندهم الإشباع من هذه الناحية. نعم نعم دكتورة، يعني إذا ممكن هناك حلول عملية لتجاوز هذه المشكلة في حالة قرر الزوجان الاستمرار،
أو في حالة الانفصال. إذا قرروا الاستمرار وهم ما قاعدين ينجبون، هل هم قاعدين يقومون بعمليات يعني طبية من ناحية يعني طفل أنابيب أو يعني أي نوع من أنواع اللي تساعدهم على الحصول على الطفل؟ طبعاً هذه مثل هذه العمليات تحتاج إلى أن يكون هناك استقرار وإطمئنان نفسي كبير عند الطرفين، وكذلك حتى من ناحية المادية، لأن الأمور هذه مكلفة ومتعبة جسدياً أيضاً حق كلا الطرفين وخصوصاً الزوجة. فلا بد أن يكون عندهم يعني الصبر وقدرة التحمل وتحمل مسؤولية قرار الإنجاب. إذا كان هذا الأمر فهم يحتاجون إلى الدعم، الدعم النفسي والدعم المادي والدعم الاجتماعي حتى من اللي حواليهم. ما في مشكلة أن يشاركونهم اللي يحبونهم بالدعم بالكلام وبالهذا، فبالتالي ممكن أن يكون هذا الأمر يساعد الطرفين على الوصول إلى الهدف اللي هم يبونه. شكرا جزيلا لك دكتورة سعاد البشر، مستشارة صحة نفسية، كنت معنا من الكويت. حياكم الله، الله يبارك. نعم مشاهدينا، من هو الشخص الذي يضحي في حالة الحرمان من الأبناء؟ الزوج أم الزوجة؟ هذا ما سنتابعه في الفقرة التالية مع منيرة عبد الله، أخصائية ومستشارة تربوية وأسرية، أجرت معها اللقاء زميلتي نوال النقبي، لنتابع ثم نعود. حياك الله أستاذ منيرة معانا، وأهلا وسهلا فيك. يا هلا مرحبا، حياك الله. ماذا لو حرم الأزواج من الإنجاب ومن المضحي؟ بالنسبة لهذا الموضوع من المواضيع الصعبة اللي ممكن احنا نتعايش معها بشكل كبير. دائما نلقى ان حلم كل زوجين انهم اول ما يتزوجون اول مشوار ان احنا لازم ننجب الأطفال، وبالتالي راح ينصدم احد الزوجين في حالة انه لما يقولون لهم أنتم ما راح تنجبون، هذه صدمة نفسية كبيرة للزوجين. كيف ممكن أنهم يتصرفون وكيف ممكن أنهم يتعاملون مع هاي الصدمة؟ ترى مش من السهل أنهم يستقبلون هذا الخبر، ولكن إحنا نقول دائما المضحي ربما غالبا ما إحنا قاعدين نشوف في مجتمعاتنا خاصة المجتمعات العربية المضحي الأول هي المرأة للأسف، وبالتالي أنها هي تعاني بشكل كبير وتدخل في ضغط نفسي وتوترات وحالات نفسية كبيرة، يعني الله يكون بعونها. دائما المرأة هي المضحية، ولكن أحيانا في بعض الأحيان يكون الرجل هو المضحي، وأحيانا لا يخبر زوجته بأن هي التي لا تقدر على الإنجاب. هل هذا يحصل في مجتمعاتنا؟ نعم يحصل إذا كان هناك بين الزوجين علاقة حب وطيدة، وإذا كان الزوج يحب زوجته بشكل كبير، نلاحظ هني الزوج يحاول قدر الإمكان أن يحتفظ بزوجته إذا كان يعني سبب العقم هو يعني كرجل، أو حتى كانت كسيدة هي اللي فيها العقم. هني يبدون أنهم يتناولون بالحوار بالمنطق كيف ممكن أنهم يتغلبون على هذه المشكلة. في مرات نلقى أن الزوج يخبي هذا الموضوع عن زوجته ويهون عليها من صدمة المشكلة، ولكن نلقى أن لازم الطرفين مع بعض أنهم يتعاملون مع هذه المشكلة. ما ينفع طرف واحد يعاني من المشكلة والطرف الثاني ممكن أنه هو في يعيش هاي الصدمة، لأن هاي مشكلة مشتركة بين الشريكين. الشريكين دائما يعانون مع بعض، وبالتالي أنا أشوف أنهم لابد أنهم يأخذون المسألة بروية وبصبر وبهدوء حتى أنهم يعدون هذه الأزمة. كيف تبث الزوجة الاستقرار العائلي في حال عدم الإنجاب سواء من الطرفين، يعني كان سواء الزوج لا ينجب أو الزوجة لا تنجب؟ نعم، الزوجة لها دور كبير في هذه المسألة، أنها يعني هي مسكينة، يعني الزوجة أنها رغم أنها تتحمل الألم هذا ونفس الوقت هي تتحمل صدمة أن هل زوجي بيتركني، هل أنا بكون منفصلة، هل مثلا بيتزوج علي، كل هذه الخواطر راح تدخل في بالها. لذلك احنا نقول على الزوجة كوني صبورة، يعني ارضي بقضاء الله وقدره، فكري بطريقة صحيحة، حاوري الزوج في هذه المسألة، مش فقط أنت تحاوري مع نفسك، يعني هني راح يصير انغلاق كتمان للنفس، يعني يصير حوار داخلي كثير، وهذا الشيء راح يدخلنا في دائرة أخرى هي دائرة الاكتئاب والقلق النفسي.
ما غير الصدمات اللي راح تجي من المجتمع من الخارج، من ضغط المجتمع، ضغط الأهل وضغط الأسرة. يعني تخيلي أول ما يتزوجون شهر مر على الموضوع يقولون ها شو يعني في الطريق، هل أنت حامل، هل أنت كذا. صحيح. هي ما عندها إجابة في المسألة هذه. شكرا لك أستاذة منيرة وأهلا وسهلا، مع السلامة. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا ما زلنا في برنامجنا ويا ضيفنا المميز أستاذ راشد. موضوع التضحية في نظرك هذا الموضوع هل هو موضوع قرار سليم ومنطقي أم أن الاستمرارية في المحاولات أفضل؟ أول شيء مسألة التضحية في النهاية هو قرار. نعم. وحطوا ببالنا أن مسألة نقول والله فلان ضحى، الزوجة ضحت أو الزوج ضحى، في النهاية القرار هذا قرار التضحية قرار اختياري. صحيح. مش قرار إجباري. نعم. وهالشيء لازم نحطيه ببالنا من البداية. صحيح. إن القرار اللي راح يتخذه الزوج أو الزوجة هو قرار اختياري وليس إجباري، والمرجعية في ذلك أصلا إلى شو؟ إلى الدين. صح. الدين أباح للزوج الزواج من ثانية على سبيل الإنجاب، وكذلك جعل من مسببات طلب الطلاق للمرأة من الرجل اللي هو عدم القدرة على الإنجاب. فبالتالي نعم. مسألة قرار التضحية في النهاية ولو أني أنا عندي تحفظ على مسألة التضحية هذه التضحية في النهاية. صحيح. في النهاية قرار أنا أتخذه، ويعتمد القرار على طبيعة العلاقة ما بين إيش فعلا الزوجين. فعلا. إذا عندهم استعداد للمضي قدما شكل ما نقول يعني في الحياة بدون أبناء يتوكلون على الله، ولكن هالشيء لازم يحطون ببالهم أشياء راح تبرز بعد سنوات من اتخاذ هذا القرار. صحيح. اللي هي غريزة إيش؟ الأبوة والأمومة. نعم. نعم صحيح. طبعا أثبتت الدراسات، يمكن تفضلوا وعلقوا كلامهم جدا جميل وسليم، ولكن كذلك أثبتت الدراسات أن في حالة إذا كان هو السبب العقم من الزوج فالمرأة مستعدة أن تضحي بالأمومة على أساس إيش؟ ترضي. في النهاية هذا إيش قرار. وفي حالات كثيرة الزوج كان هو السبب عدم الإنجاب وصارت ايش مساله ايش الانفصال. صحيح دكتور، بس في عندي سؤال بالنسبه للتضحيه. احنا تعودنا في المجتمع من اهالينا وطبعا من المسلسلات يعني نحب وايد دور الضحيه، فهاي كلمه التضحيه ان الناس لازم تفهم مفهومها الصحيح، ان هي ما في شيء اسمه تضحيه، في مثل ما حضرتك تفضلت انه هو قرار. هذا متى نزرعه في ابنائنا ان انت قرارك هو قرارك؟ لان دائما تعرف احنا نحب يعني ادوار هو الضحيه. هو لا نفصل بين اعتقد الجانب العقلاني والجانب العاطفي. صحيح. 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 يعني صحيح. لما نفصل بين الجانب العقلاني هنا بنقدر نتحكم في ان شو القرار اللي بياخذونه. صحيح. والجانب العاطفي كذلك لما نفصل فيه بعد نفس الشيء. انت متعوده تسمعين في المجتمع هاي الكلمه يعني حتى من الزوج، انا ضحيت عشانها وانا ضحيت بوقتي وانا ضحيت بكذا، ونفس الشيء تسمعينه من الزوجه، انا ضحيت عشانك. يعني قرار من النفس ومقتنع فيه. نعم. انا 100% اذا هالقرار راح اتخذه. صحيح. هذا اللي راح اتخذه، فما تعقيبك يعني متى نبتدي احنا ننمي هذه يعني موضوع اخذ القرار السليم. صحيح. في الوقت السليم لابنائنا. يمكن انا اميل يعني حتى طبيعه شخصيتي. نعم. اميل للمنطقيه والعقلانيه. صحيح. فبالتالي شكل ما تفضلت ابتعد عن اعزل القرار ايش العاطفي. انا نعم. العاطفه ممكن اعبر فيها كاحساس كشعور متبادل. صحيح. الى اخره، ولكن في اتخاذ القرارات هذه اغلب الجانب ايش المنطقي والجانب ايش العقلاني. كيف نعزز الاشياء هذه كلها؟ احنا طبعا يمكن ما ادري يمكن ما مرينا او شيء، ولكن في اشياء لازم نزرعها في الاسره. نعم. في البدايه اني انا حتى مثلا البنت او الام مع بنتها لما هي مقبله على الزواج. صحيح. يمكن انا اشك والله اعلم، يمكن اذا انتم تفيدون. لا شك 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 اني مساله ان الام اعطتها يعني توجيهات في اتخاذ القرارات في حاله الانفصال في حاله عدم الانجاب. نعم. الاشياء هذه كيف راح دكتور هم شو ياخذون في بالهم؟ يحطون في بالهم ان انت الحين كبرتي وتعلمتي ورحتي الجامعه وعندك صديقات وتعرفين، يعني هاي الجمله انا سمعتها بهذا حرفيا بهاي الطريقه، انت كبيره وفاهمه وعاقله وتعرفين، فخلاص اكيد تعرفون كل شيء. كل شيء هذا يعني بين قوسين، شو كل شيء اللي احنا نعرفه؟ في اسس اسريه أنا ما كنت أعرف كل شو الأسرة فيها. 100%. أنا بنت في أسرة. صحيح. فهذه وبالتالي شكل ما قلنا الدور الأساسي يقع على الأسرة. نعم. والوالدين أو الأخوات الكبار والأخوة الكبار لازم ينشؤون هالثقافة أساس. إذا ما كانت الثقافة. نعم. هاي موجودة فبالتالي راح
ما أقدر أتخذ قرار أو صحيح. راح أتخذ قرار خطأ أندم عليه بعد سنوات. نعم. وصارت حالات صحيح. كثيرة إن أحد الطرفين ما يمكن كل اللي التقينا وياه كل يميلون للمرأة. نعم. ولكن خلونا عقلانيين، إذا قلنا أحد الطرفين ضحى وبعد فترة الشخص الثاني ما قدر من التضحية هذه. نعم. فهل السيناريوهات هذه من المفترض الشخص العاجز يتوقع كل السيناريوهات؟ الصدمة كيف تصير؟ الصدمة تصير حسب إن إحنا مش متهيئين. معقول العلاقة اللي تمت ويانا سنوات خلال الزواج وقبل الزواج والأشياء هذه كلها تنهار بهذا القرار؟ رفع سقف التوقعات. أنا أيوة أنا صحيح. مش محط ببالي هالسيناريو في يوم من الأيام. صحيح. الشخص العاجز اللي يكتشف عنده سبب طبي إنه ما يقدر ينجب. نعم. يحط بباله مسألة أسوأ سيناريوهات أو عدة اختيارات. هي وأمانة يعني إذا سوري أنا حبينا وثقنا في شخص ما نتوقع منه وهذا الشيء غلط. لازم نفكر بطريقة شكل ما تفضلت طريقة إيش منطقية هيئة نفسنا. نعم. وبالتالي إذا جت ما بقول الصدمة إذا جاء هذا الفعل أنا أكون هيئة نفسي عليك نور. أنا أكون إيش مهيئة نفسي. نعم. شو بيصير إني الوطأ أخف علي يعني وراح أقبل على الحياة صح أمارسها بجانب ثاني جانب مجتمعي وظيفي. في كثيرين من اللي هم انحرموا من نعمة الأبناء وحققوا إنجازات ونجاحات كبيرة على مستوى الدولة نتشرف فيهم بصراحة. فبالتالي التهيئة لا تكون من الأسرة. نعم. ونطلع بعدين إلى التربية من خلال التأهيل والتعليم والأشياء هذه كده ومن ثم ننقل الثقافة هذه إلى المجتمع من خلال إيش مثل اللي تقعدين تسوونه من خلال الوسائل الإعلامية اللي نعم. تدخل كل بيت ورسالته لازم توصل. هالشيء هذا أنا متأكد يعني أن الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها اليوم يمكن من ناحية علمية متكلمين عنها كثير بس من ناحية مضمون. نعم. أتوقع أنه راح يكون له أثر كبير إن شاء الله. صحيح. أستاذ دائما نحن نقول عشان نحافظ على الأسرة عشان الأبناء دائما هاي الكلمة عشان عيالك تغاضي عن هالموضوع عشان أبنائك تغاضي عن هالموضوع. ممكن نقول نحافظ على الأسرة من غير وجود أبناء؟ تمام سؤال جدا جميل وخلينا نعكس. هل وجود الأبناء حافظ على الأسر؟ لا هذا السؤال وجهة نظري صحيح. كثير من الحالات وشوفوا الإحصائيات الخاصة بعدد حالات الطلاق أغلبيتهم عندهم أبناء. صحيح. فوجود الأبناء مش شرط أساسي للحفاظ على مقومات الأسرة. نعم. بالتالي كذلك عدم وجود الأبناء ممكن إن حياتهم ممكن نأخذ هي المقارنة فعلا صحيح اللي ممكن يأثرون أيوة. فيها على الزوجين. وهل أنا أبقني أتم صحيح. أنا صحيح. مجبر ولا أنا عن قناعة؟ نرجع لبعض تفرق التنمية والتثقيف والتوعية أن الحياة الزوجية ما تبنى فقط أن أنا راح أقبل على الزواج أو راح أكون يعني الزواج بمعنى أني أنجب أبناء وأني أحافظ على أسرتي بسبب الأبناء. مثل ما تفضلت يعني هي ممكن تكون نعمة من رب العالمين يرزقني إياها أو ممكن أمنع من هذه من هذه النعمة، لكن الهدف الأساسي هو كيف أن أستمر بعلاقة ناجحة مع الشريك اللي تم اختياره عن قناعة. جميل. هذا 100%. فبالتالي لازم تكون عندك قناعة من الطرفين في استمرار إيش الحياة الزوجية. خلونا بعد نكون بعد يعني منطقيين في الموضوع. الموضوع أنت مش سهل. صحيح. الموضوع ترى صعب. وقرار مصيري. قرار مصيري. الحين يمكن طبيعة المجتمع بدأت شوية تتغير على فكرة. صحيح. يعني قبل المنطقة الوحدة فيها الأقارب كلهم. الحين ممكن أنتم عايشين في منطقة يمكن عائلة واحدة يقربوا لكم في نفس المنطقة. فالضغوطات شوية إيش أخف. بدأت تقل. أنا أقول في النهاية إن هذا شيء قضاء من رب العالمين ويعتمد على قرار يتخذونه الطرفين. ما يتخذ طرف واحد والطرف الثاني ما يجامل الطرف على سبته. صحيح. كثير من الأسر يعني انتهت بسبت أني أنا جاملت وقت اتخاذ القرار. صحيح. صحيح. شكرا لك المستشار راشد المطوع النعيمي على هذا اللقاء القيم والنصائح القيمة بصراحة. الشكر موصول لكم جميعا. فريق عمل جدا متميز وإن شاء الله نكون قدمنا إضافة للجمهور. نعم نعمة الأبناء عظيمة جدا لا شك، ولكن الحرمان من هاي النعمة يحتاج منا التقبل والرضا وعدم اليأس أبدا من رحمة الله الرزاق الواهب. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.